450 أسيرا إداريا يقاطعون محاكم الاحتلال منذ أكثر من 20 يوما في خطوات احتجاجية متصاعدة. فما هو الاعتقال الإداري؟ وما هو تاريخه؟ يستند الاعتقال الإداري على أوامر عسكرية دون ضرورة وجود لائحة اتهام أو محاكمة، وقانون الاعتقال يستند إلى أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ لعام 45 والتي طبقها الانتداب البريطاني. وبعد مرور أكثر من 70 عاما فإن الاحتلال الإسرائيلي هو النظام الوحيد بالعالم الذي يستخدم هذا القانون اليوم. كيف يصدر القرار؟ يصدر ضابط مخابرات الاحتلال المسؤول عن منطقة ما قرار الاعتقال ضمن لائحة سرية يتم تصديقها من قائد قوات الاحتلال في المحافظة التي يتبع لها المعتقل بسبب دوره المؤثر في المجتمع، ولا يحق للمعتقل أو المحامي الاطلاع على اللائحة السرية، وذلك لحماية عملاء الاحتلال وطرق جمع المعلومات. وتكون مدة الحكم الأقصى هي 6 أشهر قابلة للتجديد، ويمكن أن تصل مجتمعة إلى 60 شهرا قبل الإفراج. يستخدم الاحتلال هذا القانون ضد الفلسطينيين من حملة الهوية الخضراء بشكل واسع ودون قيود، ويستخدم ضد فلسطيني الداخل سواء من حملة هويات القدس أو الجنسية الإسرائيلية بقرار من وزير الداخلية الصهيوني شخصيا. ووفق نادي الأسير الفلسطيني، أصدر الاحتلال 1060 أمرا إداريا العام الماضي، ومنذ قيام دولة الاحتلال سجلت أكثر من 54 ألف حالة اعتقال إداري حتى اليوم. يسقط الاعتقال الإداري والحرية للأسرى الأبطال.